مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة هنا لشوطنا إذن الرابع عشر في مجموعة الأشواط، وشوطنا الرابع عشر ومن أشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. تابعنا الشاهينية في شوطنا الماضي تنتزع الفوز والناموس لسعيد بن طبازة من الدودة العامري، من تنتزع الفوز والناموس هنا. نتابع هذا الأداء الجميل، نتابع التحدي، نتابع برزان لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. المركز الثاني أمغاد الرضحي بن سعيد بن خميس العويسي، والمركز الثالث الذرب عامر بن سعيد بن مبارك لوهيبي. من يأتينا على المركز الثالث ورابع المراكز؟ المركز الرابع شاهين لعبيد بن السيل بن خيرات العامري، والوصول من مياس حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس همام محمد بن صالح بن علي الحميري واصل مع همام في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا على سادس مراكزنا المركز السابع، ويأتي مشهور لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وهنا جميل لحميد بن مطر بالكوس الفلاسي ايضا قادم بهذه التحديات الجميلة. هنا الوصول في هذه اللحظات، هنا قسام لأحمد بن سهيل بن دري الفلاحي المنطلق بالتحدي الجميل. وعاشر مراكزنا يأتينا هنا أيضا في هذا الانطلاق الجميل صغان سيف بن أحمد بن قريدة السبوسي، ولكن وصل هنا، وصل الدمنتي بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة لأحمد بن سعيد بن سالم بن حمده الرميثي بالحميد الرميثي المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. ومضيق العبور زعلون يا أخواني، مضيق العبور، وهنا صدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول والصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا برزان على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا محمد بن درويش بن عاطف المزروعي وشاهين عبيد بن سهيل بن خيرات العامري، وصل هنا الدمنتي، وصل الدمنتي هنا هذا الاسم المميز ايضا مع بن حميدة. هنا من ينطلق احمد بن سعيد بن سالم بن حميدة الرميثي المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع همام محمد بن صالح بن علي الحميري، يا سلام، بدأت التحديات. رباعية، رباعية جميلة تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل، ولكن الدمنتي، الدمنتي ينطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول كعوائده دائما، عوائده الفوز والناموس. هو الدمنتي يكرر إنجاز إلى إنجازه في هذا الانطلاق لأحمد بن سعيد بن سالم بن حميدة الرميثي على الصدارة، على المقدمة. المركز الثاني همام محمد بن صالح بن علي الحميري، ويأتي شاهين عبيد بن سهيل بن خيرات العامري ثالثا، ولكن الدمنتي، الدمنتي سلام، سلام للسمحة، سلام للطف، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لأحمد بن سعيد بن سالم بن حميدة الرميثي على هذا الفوز المميز للدمنتي، تهانينا والناموس. المركز الثاني همام محمد بن صالح بن علي الحميري، المركز الثالث شاهين عبيد بن سهيل بن خيرات العامري، وفي المركز الرابع برزان محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، وفي المركز الخامس أتانا مودع هنا محمد بن عبد الله بطير العامري. من أتى على المركز الخامس، هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة. نعود هنا مع الديمنتي وأدائه المميز الجميل هنا بفوز وناموس ولا أروع، هنا يضيف إنجاز إلى إنجازاته السابقة التي اعتدنا عليها. تهانينا وناموس. هنا 4:30 جزئين من الثانية توقيت الزمني، أو 5 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس.
تهانينا على هذا الفوز لأحمد بن سعيد بن سالم بن حميد الرميثي على هذا الفوز المميز. همام من أتى ثانيا بأربع دقائق 32 ثانية، هنا تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسيد محمد بن صالح بن علي الحميري، والمركز الثالث كان شاهين لعبيد بن سهيل بن خيرات العامري بأربع دقائق 33 ثانية. وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.